وللحديث أكثر حول الأخبار الاقتصادية ينضم إلينا من عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل في الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي. أرحب بك معنا أستاذ أحمد، وأبدأ معك من الصين، حيث بدأ بأنه ينمو بأفضل من المتوقع في الربع الأول. برأيك هل سوف يحقق مستويات النمو المستهدفة للعام الحالي 2024؟ مساء الخير عمر، شكرا للاستضافة. نعم، قراءة تعتبر جيدة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الصين. قراءة للربع الأول تعتبر إيجابية في خضم الأزمات التي عاشها الاقتصاد الصيني في عام 2023، جراء بكل تأكيد أزمة العقارات، الأزمة التي تشكل ما يقارب 20%، والبعض الدراسات الحديثة قد ذكرت بأنه قرابة 35% هي إشارات الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقدر للناتج المحلي الإجمالي من القطاع العقارات. فبالتالي مع أزمة القطاع العقارات ومحاولة ضخ الأموال في الفترة الماضية في الاقتصاد الصيني من الحكومة الصينية تحديدا، الأموال قد نسميها الأموال الرخيصة في الاقتصاد الصيني لمحاولة لدفع الاقتصاد، محاولة لدفع عجلة الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية، على ما أعتقد أعطت بعض الإشارات الجيدة. هي قراءة تعتبر جيدة مع القراءات الجيدة في عام 2023 بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي سجل المستهدف الذي قد وضعته الحكومة الصينية. فبالتالي هي أرقام مع جميع الأزمات على ما أعتقد تعتبر إيجابية جدا، لكن يجب النظر في الفترة القادمة لعدد من الأمور التي أعطتنا بعض الإشارات السلبية، بالرغم طبعا من أن القراءات الأخيرة بالقطاع الصناعي قد أعطت بعض الإشارات. قطاع الاقتصاد الصناعي تحديدا مؤشر مديري المشتريات الصناعي كانت إشارة توسعية هي الأولى من 6 أشهر، فبالتالي أعطت إشارات على أن الاقتصاد الصيني يعطي بعض الاندفاع في الاقتصاد الصناعي، وبكل تأكيد دولة الصين هي دولة صناعية على مدى واسع. فبالتالي النهوض أو عودة الأرقام الجيدة بالنسبة للقطاع الصناعي أعطت الإشارات الجيدة بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن بعض المشاكل التي تعطينا إشارات بأن الاقتصاد الصيني قد يفقد بعض الزخم في الفترة القادمة. الصادرات تحديدا، تضخم المستهلكين في الفترة الماضية كان هناك إشارات بتسجيل عديد التراجعات، أسعار المنتجين عديد الإشارات التي سجلت العديد من الانكماشات، الإقراض المصرفي في الفترة الماضية قد سجل انخفاضات متتالية قد يتم ربطها مع أزمة العقارات. فبالتالي الإشارات المتواجدة حاليا هي إشارات قد تكون متباينة مختلطة بالنسبة للاقتصاد الصيني، لذلك الخوف من أن يفقد الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة بعض الزخم، لكن الوصول إلى مستهدفات النمو الاقتصادي الصيني على ما أعتقد قد تكون واردة، وهي قد تكون هي حلم بالنسبة لعديد الاقتصادات في الفترة الماضية. 5% أو حتى ما يقارب 5% هي إشارة تعتبر جيدة جدا في الوقت الذي يكافح فيه عديد من الاقتصادات العالمية لمحاولة وصول الاقتصاد بنسبة أعلى من الأرقام السلبية. نعم أستاذ أحمد، لكن يبدو بأن حال اليابان مختلف، حيث تسجل عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي. برأيك ما هي أبرز أسباب هذا العجز في اليابان؟ يمكن الإشارات الفترة الأخيرة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد الياباني هي إشارات تعتبر بعض الشيء سلبية، لكن عندما ننظر في الفترة الأخيرة على المدى القصير يوجد بعض الإشارات للتحسن. ننظر إلى الفائض التجاري، كما ذكرت أنه وصول عجز تجاري في الفترة الماضية 5.89 تريليون ين ياباني، أي قرابة 6 تريليون ين ياباني هو العجز التجاري، قد أعزيه بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة من ناحية أخرى، ارتفاع الواردات من ناحية، أكيد هو انخفاض الين الياباني سبب أساسي إذا لم يكن هو السبب الأكبر لوصول الفائض التجاري لمرحلة العجز في الفترة الماضية. الين الياباني هو عند أقل أسعاره مقابل الدولار الأمريكي منذ 34 عام، فأعطى إشارات بأن انخفاض العملة يعطي دفع بارتفاع تكلفة الاستيراد بالين، مما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها طبعا إلى الين الياباني. فبالتالي العملة هي إشارة قوية جدا، أو انهيار العملة الين الياباني في الفترة الماضية هي إشارة بشكل كبير جدا لتراجع بعض المعطيات الاقتصادية. لكن عندما ننظر إلى المعطيات بشكل عام، الإشارة الأخيرة هو التخارج من الفوائد السلبية في البنك الياباني، وهي السياسة المحببة في الفترة الماضية بالنسبة للبنك المركزي الياباني، التخليه عن برنامج التحكم بعوائد السندات قد يعطي بعض الإشارات بأن
بنك اليابان، الحكومة اليابانية يتجه بشكل صحيح لمحاولة تقليص العجز التجاري من ناحية، تقليص الأرقام الاقتصادية السلبية في الفترة القادمة. بالانتقال إلى الولايات المتحدة أستاذ أحمد، يعني وأزمات التضخم، ما هي التوقعات لمحضر الفيدرالي المقبل في يونيو؟ هل سوف نشهد خفضا للفوائد؟ على ما أعتقد عمر، خفض للفائدة قد يكون مستبعد في اجتماع الفيدرالي القادم. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، سواء كانت من النمو الاقتصادي لحتى الآن يعتبر نمو جيد، أرقام الوظائف الأمريكية لحتى الآن تعتبر مرنة في الفترة الماضية، أسواق العمل لحتى الآن تعتبر مرنة. عندما ننظر حتى لقراءة التضخم، شهرين متتاليات أعطتنا قراءات تضخم أعلى من المتوقع، 3.5% القراءة الأخيرة بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين. فبالتالي لا تزال أرقام التضخم تثير الشكوك، تثير المخاوف بأن إمكانية حصول الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على موجة قادمة من التضخم لا تزال واردة. فبالتالي عندما ننظر أيضا إلى المعطيات الأخرى التي تعطينا معرفة عن الضغوط التضخمية، الإنفاق لا يزال بحالة تعتبر جيدة بالرغم من أن أسعار الفوائد هي الأعلى منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما ننظر إلى المعطيات جميعها من بيانات اقتصادية، على ما أعتقد أن الفيدرال الأمريكي لن يتجه لتخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. حتى نبرة أعضاء الفيدرال الأمريكي في الفترة الماضية يوجد فيها بعض الاختلاف. منحنى النقطي في الفترة الماضية أشار إلى توقعات أعضاء الفيدرال الأمريكي أن يكون هناك أو حتى متوسط تصويتا بالنسبة في المخطط النقطي، أعطى إشارة إلى أن ممكن أن يكون هناك 3 تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2024، لكن المعطيات المتواجدة حاليا على ما أعتقد قد تدفع أعضاء الفيدرال الأمريكي لتغيير تصويتهم في الفترة القادمة بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع النبرة المنقسمة في الفترة الماضية في مجلس الفيدرال الأمريكي. دالي على سبيل المثال وأعطت إشارات بأن قد لا يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، جيروم باول في خطابه بالأمس أو في حديثه بالأمس أشار بأن قد لا يكون هناك تخفيض فائدة سريع في الفترة القادمة. لذلك على ما أعتقد عمر قد تكون هناك توجهات إلى عدم تخفيض الفائدة، قد يكون هناك توجهات إلى تخفيض الفائدة في عام 2024 مرة إلى مرتين، وقد لا يكون هناك دورة تسهيلية أو دورة سياسة نقدية تسهيلية على عكس ما كانت دورة السياسة النقدية التشددية، أي شهدنا رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي، قد لا نشهد تخفيض أسعار الفوائد بشكل متتالي لعدد متتالي من الاجتماعات. لذلك قد تستمر دورة أو قد تستمر أسعار الفوائد المرتفعة أو على الأقل أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه في السابق. نعم، ماذا عن المخاوف الركود؟ أيهما أشد تأثيرا على الاقتصاد العالمي، التضخم أم الركود ولماذا؟ يمكن عمر هما الاثنين بالنسبة للاقتصادات يعتبروا حاليا نقصد في هذه المرحلة. نعم، الركود سيء والتضخم سيء. عندما ننظر فقط كمعطيات، الركود بمعنى أن يتجه الاقتصاد لتسجيل قراءات نمو سلبية متتالية، التضخم أن يكون هناك ارتفاع للأسعار بشكل متتالي. عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة، يمكن الركود أعتبره هو الأسوأ، التضخم سيء لكن الركود يعتبر أسوأ، لأنه لما يكون في عندنا نمو اقتصادي سلبي بمعنى رح يكون في عندنا ارتفاع بشكل كبير للبطالة، بينما عندما يكون هناك ارتفاعات لأرقام التضخم، نعم قد يكون هناك حالة نفسية سيئة بالنسبة للاقتصاد، مزاج يعتبر سيء بالنسبة للمستهلك، مما قد يدفع بشكل سلبي للاقتصادات. لذلك كنا قد شهدنا في الفترة الماضية عندما شهدنا موجة عالية من ارتفاع التضخم، كنا شهدنا رفع أسعار الفائدة. المشكلة الأكبر هنا عمر عندما يتواجه البنوك المركزية لمحاولة تخفيض التضخم أو كبح جماح التضخم، قد يتجه بصعوبة إلى وجود مشكلة اقتصادية، هي أن تبقى أرقام التضخم مرتفعة من ناحية وأن تدخل الاقتصاد ركود من ناحية أخرى. فبالتالي يصير في عندنا حالة اقتصادية اللي هي الركود التضخمي، هي الأسوأ بالنسبة لحالة اقتصادية قد شهدناها في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في الثمانينيات. عندما ننظر إلى حالة الركود بشكل عام، نعم هي سيئة، اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكبر، شهد 34 مرة منذ عام 1857، شهد 34 حالة ركود تخارج منها جميعا. لكن المشكلة هنا عمر عندما يكون الركود الاقتصادي لفترة زمنية طويلة يدفع بالاقتصاد
لحالة سلبية كما ذكرت، نمو اقتصادي سلبي، معدلات بطالة مرتفعة جدا في حالة الركود، بالتالي تقليص الشركات للأعمال، تقليص الاستثمارات، فبالتالي مشكلة الركود اعتبرها هي مشكلة أكبر، فبالتالي الركود هو الأخطر من وجهة نظري. نعم أستاذ أحمد، يعني نبقى في سياق الأزمات، بالتحديد الأزمات الاقتصادية الأخيرة حيث برزت معضلة ارتباط يعني السياسة بالاقتصاد وهي مرتبطة منذ القدم، لكن أزمة الشحن اليوم البحري الأخيرة في البحر الأحمر، هل هناك طرق لتجنيب الاقتصاد لهذه التبعات، تبعات الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة؟ يمكن الحلول المتواجدة أحلاها مر عمر، يعني عندما تجد التوترات الجيوسياسية، عندما تواجد التوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل فاعل في الاقتصاد، هذا تاريخيا ما كنا نشهده في الفترات الماضية. التوترات الجيوسياسية معنى اقتصاد سيء، عندما ننظر إلى المعطيات الأخرى التي قد تجد الدول حلول لها على سبيل المثال البحر الأحمر، هو إيجاد حلول أخرى تجارية، عندما تجد حلول أخرى تجارية فمعنى ذلك أن ستكون التكلفة باهظة، ارتفاع في الأسعار، ارتفاع تكلفة الشحن، ارتفاع التأمين، فبالتالي خسارة لمليارات الدولارات في الاقتصاد، هذا ما قد يدفع الاقتصادات، نعم تجنب الحالة لكن تجنبها باهظ الثمن، لذلك إيجاد حلول قد يكون منعدم بعض الشيء سوى إيجاد شراكات تجارية على ما أعتقد، إيجاد حلول بديلة، ممرات مائية، ممرات جوية بديلة هي الحلول، لكن جميعها باهظ الثمن وسوف يدفع الاقتصادات لمرحلة تضخم قادمة على ما أعتقد عمر. أنتقل معك إلى أسواق الطاقة، النفط يشهد ارتفاعا مستفيدا من التوترات، برأيك هل سوف نشهد سعرا يصل إلى $100 أو يتعدى $100 للبرميل الواحد؟ نعم عمر، سؤال مهم جدا، يمكن لاحظنا الفترة الماضية النفط يسجل ارتفاعات متتالية، نعم التوترات الجيوسياسية كانت دافع أساسي بالنسبة لأسعار النفط لتشكيل ارتفاعات، يمكن كانت من ناحية أخرى موازنة العرض والطلب من منظمة أوبك بشكل فاعل في الفترة الماضية كانت تعتبر سياسة حكيمة بالنسبة لمنظمة أوبك، دفعت الأسعار لتسجيل بعض الارتفاعات، يمكن فترة من الفترات حتى الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك أعطى طمأنينة بالنسبة لأسعار النفط بطريقة أخرى، خاصة مع اتفاق الأعضاء عكس الاجتماع السابق عندما كنا شهدنا مشاكل بين الوفد الإفريقي في حول الخفض الطوعي، الاجتماع الأخير أعطى إشارات قوية جدا بأن هناك حلول جذرية بالنسبة لمنظمة أوبك على أسعار النفط. التوترات الجيوسياسية نعم دافع أساسي، إغلاقات البحر الأحمر تعتبر دافع أساسي لارتفاعات أسعار النفط، لكن الوصول إلى مستويات 100 أعتقد عمر قد تحتاج بعض الأمور الاقتصادية، بعض الأمور السياسية. الأمور الاقتصادية هنا أقصد تدافع البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفوائد، عندما يتم تخفيض أسعار الفوائد تتجه الأسعار للسلع لتسجيل ارتفاعات، شهدنا في الفترة الماضية ارتفاعات الأسعار جراء ما محاولة تقبل الأسواق لإمكانية تخفيض أسعار الفوائد أو محاولة توقع حتى الأسواق لتخفيض أسعار الفوائد بشكل قوي جدا في عام 2024، حيث بدأنا في عام 2024 بتوقعات بأن يتم تخفيض أسعار الفوائد لخمس مرات متتالية، دافع أساسي عندما تنخفض أسعار الفوائد أن ترتفع أسعار السلع. الناحية الأخرى التوترات الجيوسياسية، لو شهدنا اتساع رقعة التوترات الجيوسياسية، هنا أقصد مضيق هرمز، مضيق هرمز هو يعتبر الشريان الرئيسي بالنسبة للاقتصاد أو بالنسبة للنفط، بالتالي إغلاقه قد يعطي دافع أساسي إلى مستويات 100، لا بل قد أتجاوز مستويات 100 وصولا إلى مستويات 110 لو حصل إغلاق مضيق هرمز عمر، لذلك أعتقد مستويات 100 قد تكون واردة في الفترة القادمة لو اتسعت رقعة التوترات الجيوسياسية. نعم أختم معك أستاذ أحمد مع الذهب، هل سوف يستمر بالارتفاع برأيك ويبقى ملاذا آملا إن كان بالنسبة للمستثمرين أو للمواطنين العاديين؟ نعم عمر، هو ملاذ آمن بكل تأكيد، الذهب يعتبر ملاذ آمن، غطاء للتضخم، التوجه للاستثمار فيه في حالة انخفاضات الفوائد، فبالتالي جميع المعطيات المتواجدة حاليا هي مبرر أساسي لتسجيل الذهب الارتفاعات. مستويات أود أن يختبرها الذهب في الفترة القادمة، أود أن نشهد اختبار تلك المستويات، مستويات هي 2550 إلى مستويات 2600 للأونصة، مستويات
أعتبرها مستويات قوية جدا فنيا. وصول إليها أحتاج متابعة التفاعل السعري، متابعة السلوك السعري للذهب عنده. لكن كمعطيات اقتصادية أساسيا أقصد هنا الذهب، نعم قد يسجل المزيد من الارتفاعات خاصة توترات الجيوسياسية حاصلة، فهو بكل تأكيد الملاذ الآمن. غطاء للتضخم، حتى لو حصل موجة تضخم قادمة فيعتبر الذهب هو غطاء التضخم. عندما يكون التضخم مرتفع تتجه الاستثمارات لشراءات أسعار الذهب، حتى لو أخذنا السيناريو الأفضل انخفاضات التضخم، بمعنى أن تتجه البنوك المركزية لتخفيض الفوائد، سوف يجعل الاستثمارات تتجه من أسواق الدخل الثابت إلى أسعار إلى الذهب. فبالتالي قد يكون هناك استثمارات أكبر بالنسبة للذهب، خاصة بأنه عوائد السندات على سبيل المثال هي تدر عوائد، فانخفاض عوائدها يعني الاتجاه إلى الذهب، محاولة الاستثمار في الذهب في الفترة القادمة. فبالتالي المعطيات المتواجدة حاليا هي تعطي إمكانية إيجابية أو تعطي إيجابية لأسعار الذهب في الفترة القادمة. أعتقد مستويات 2100 إلى مستويات 2050 قد لا نشهدها على الأقل حتى نهاية عام 2024. نعم، الأستاذ أحمد عزام من عمان كنت معنا، المحلل الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك.